تعرضت منشآت مطار كربلاء الدولي في الليلة الماضية تقريبا ساعة 1:30 إلى ضربة جوية بخمس صواريخ، كما يتضح من الحفر الموجودة في المنشآت الموجودة. مع الأسف يعني مع الأسف يصير موقع أن تنتهك سيادة العراق وماكو رادع ولا رئيس جمهورية سمعنا له تصريح ولا مجلس نواب ولا أي شخص تصريح راجع لهذه القوات التحالف الرذيلة.